مرحبا. تحت طائلة السجن إذا مش أكثر ممنوع على أي شخص يضحك أو يشرب كحول أو حتى يظهر أي بادرة من بوادر السعادة من 17 الشهر حتى 28 بكوريا الشمالية، حدادا على الذكرى العاشرة لوفاة والد الزعيم الكوري. بل حتى لو مات أحد أفراد أسرتك فأنت ممنوع تصرخ أو تحزن بصوت عالي، وبطبيعة الحال على الأكيد ممنوع تحتفل بعيد ميلادك. أما نهار ذكرى الوفاة المصادف ل 17 كانون الأول فأنت ممنوع تقوم حتى بشراء البقالة من السوبر ماركت. مثل كل سنة بتقوم شركة جوجل بإصدار تقرير عن أكثر المواضيع يلي تم البحث عنها بال 2021، وكانت على الشكل التالي: دوم سكرولينج أو الإفراط بمتابعة الأخبار السيئة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو مصطلح جديد لوصف حالة المتابعة المستمرة لمواقع التواصل لمعرفة شو المصايب الجديدة يلي عم بتصير بالكوكب. الصحة النفسية وكيفية الحفاظ عليها من بعد سنة من العزلة وفقدان كتير من الأحبة تصدرت قوائم البحث بعبارات مثل طريقة التعافي وطريقة الحفاظ على الصحة النفسية. تغير المناخ والبيئة شكلوا مصدر قلق لكتير من المتابعين يلي استخدموا كلمات مفتاحية للبحث عنها مثل الاستدامة. مسلسل سكويد جيم أو لعبة الحبار تصدر قائمة البحث على جوجل. أما الموضوع الأبرز مؤخرا وبيتعلق بكسب الأموال فهو الـ NFT أو الرموز غير القابلة للاستبدال، وهي عبارة عن صور رقمية أو أعمال فنية بتم ترميزها وأصدار شهادة ملكية فيها بطريقة تخلينا نشتريها أو نبيعها من دون أي مشاكل. طبعا جاك دورسي كان له الفضل الأكبر بإثارة الاهتمام الكبير بهالنوع من الرموز والأصول الرقمية من بعد ما باع تغريدته الأولى على تويتر بمبلغ 2.9 مليون دولار. وعلى سيرة الرموز غير القابلة للاستبدال، فأنه أول رسالة نصية بالعالم تم إرسالها سنة 92 بـ3 كانون الأول. هاللحظة المحورية بتاريخ الهواتف المحمولة رح يتم عرضها كرمز غير قابل للاستبدال وبيعها بمزيد علني بـ 21 الشهر الحالي بقيمة من المتوقع أنها توصل ل 225 ألف دولار. وقالت فودافون أنها عم تخطط للتبرع بجميع عائدات المزيد لمفوضية اللاجئين لدعم 82.4 مليون شخص أجبروا على النزوح من بلادهم بسبب الصراع والاضطهاد. رح اختم مع الخبر الألطف لهالسنة من بريطانيا، وهو تمكن طفلة مصابة بمتلازمة داون اسمها هوب وعمرها سنتين من هزم مرض السرطان والعودة لبيتها بعد 10 عمليات جراحية، 19 عملية نقل دم وعلاج كيميائي قدرت خلالهم التعافي من مرض نادر بتعفن الدم، ليقرر الطاقم الطبي ودعها بطريقة مميزة فشكلوا لها ممر شرفي هي وعم تظهر من المستشفى لتحتفل بالكريسماس ببيتها بطريقة بتشبه تحية لاعبين كرة القدم. هيدا كان كل شي لليوم. أخبار جديدة من عالمنا التاني بتشوفوها بكرة.